لكم. احنا طبعا فخورين جدا وكلنا شرف، سيما اني استلمت منصب قائم باعمال رئيس وزراء الطاقه قبل ايام. ابحاث الطاقه ومجلس تنظيم قطاع الكهرباء وشركه النقل الوطنيه. فانا اجيب طاقه جديده بقدرش اجبي كمان هذا بتهيالي. نعتقد مشكله الياف في قطاع غزه خلال العام 2020-2022 راح تكون مشكله كبيره، والان عندنا 36% من ما تم التعهد به في رئيس. يعني بتهيالي هذا الموضوع ان حل قضيه الكهرباء بشكل جذري كما كافه القضايا الاساسيه يتطلب من حركه حماس التحلي بالمسؤوليه وتمكين حكومه الوفاق الوطني من الاطلاع بكافه مسؤولياتها في غزه. فمن غير المعقول ان تقوم حكومه الوفاق بكافه الجهود لتلبيه احتياجات اهلنا في قطاع غزه ودفع المصاريف التشغيليه للمستشفيات ومراكز الرعايه الصحيه والمدارس وغيرها من المرافق الحيويه في القطاع، واعاده الاعمار اللي دمر الاحتلال الاسرائيلي في 2014 وقبلها حربين، بينما تقوم حركه حماس باداره القطاع. بصراحه هناك حكومه امر واقع، كنت اول شيء اقول حكومه ظل، الان بقول بكل صراحه انه مش لازم نستعفي، حكومه امر واقع في قطاع غزه تفرض الضرائب، بتسيطر على كل مرافق الحياه في غزه، هي في حكومه امر واقع في قطاع غزه. في العام 2016 ضريبه اللي بيسموها ضريبه البلو، الاعفاءات على مدار السنين كانت بين 60 الى 80%، ولا مره نزلت في المناسبه عن 60%. اذا انا بدي اخذ كهرباء اضافيه لقطاع غزه من الجانب الاسرائيلي، طب مين بده يضمن الجبايه؟ مين بده يعطي ضمانات بنكية؟ إذا حاليا شركة التوزيع يا أخوان وأخوات، شركة التوزيع بتقول تجمع 22 مليون شيكل، هي عليها أن تجمع 72 مليون شيكل شهريا. أنا مش عارف 50 مليون شيكل وين بروحوا هدول. إحنا قبل أسابيع قليلة وزعنا تقرير قديش أصرفت حكومة الوفاق الوطني في قطاع غزة خلال 30 شهر، 18 مليار ونص مليار شيكل في قطاع غزة، وحماس تجمع الضرائب. لقد تعرضت القيادة والحكومة خلال الأيام القليلة الماضية لحملات تشهير وتضليل فيما يتعلق بقضية الكهرباء في القطاع من قبل بعض الأطراف في حركة حماس، ومحاولات لتسويق القضية على أنها قضية سياسية وفئوية. ورغم ذلك أشدد على أن الهم الأكبر والمهمة الأساسية لنا هي إنهاء معاناة أهلنا في قطاع غزة. سلطة الطاقة.